أهلا، وصفتنا اللذيذة اليوم فطور مكسيكي. هالطبق جربته بمطعم وما قدرت ما أسوي معاكم، جدا لذيذ وسهل وسريع، ضروري تجربونه. صحن التقديم راح نضيف أول شيء البيض، بعدها راح نضيف الصلصة المكسيكية الجاهزة، ممكن تستخدمون أي صلصة متوفرة عندكم، فاصوليا السوداء، راح نضيف الأفوكادو المهروس، كريمة حامضة أو ممكن تستخدمون اللبنة إذا ما كانت متوفرة عندكم، وبالوسط راح نضيف السلطة المكسيكية اللي هي عبارة عن طماطم بدون اللب وبصل أحمر وكزبرة وملح، وآخر شيء راح نضيف التورتية المقلية. زينوها بالشكل اللي تحبونه وخلصنا. أهم شيء لما تاكلونه حاولوا إنكم تاخذون كل الإضافات، يعني هنا أنا أخذت الساور كريم، الفاصوليا، الأفوكادو، صلصة الطماطم والصلصة المكسيكية. وبالعافية عليكم يا رب. إن شاء الله يا رب تكون حبيت وصفتنا اللذيذة اليوم. لا تنسون اللايك، الاشتراك بالقناة، وتفعيل الجرس، وتابعوني على حساب سناب شات وحساب انستغرام، واشوفكم بوصفات جايه ان شاء الله.